الشوط الذي يعاني منه المغرب التطواني آخر، وكان التعادل بالميدان أمام فريق الأوسياس، لكن بالرغم ذلك الماط اليوم يطمح للعودة بنتيجة إيجابية من قلب العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، وكان الأمر يتعلق بخصم من العيار الثقيل هو فريق الوداد الرياضي. المباراة تبقى مفتوح على كل الاحتمالات، برغم أن على الورق يبقى المرشح على براسي ظفر من نقاط الثلاث هو فريق الوداد الرياضي. الوداد على ذكر الوداد الفريق الأحمر الذي سيوجه البوصلة بعد المباراة لمنافسات دوري الأبطال. الوداد في موسم التحدي واسترجاع ذكريات 2017 التي عانق فيها اللقب على حساب فريق القرن الأهلي المصري. الوداد حاليا صدارة المجموعة الأولى إلى جانب ماميلودي سانداوز برصيد 7 نقاط، ولوبي ستارز واسيك ميموسا يليهما ب4 نقاط. الوداد السبت المقبل بملعب بيجون أمام لاسيك برسم الجولة الخامسة، على أن تكون الجولة السادسة بالمغرب أمام ماميلودي سانداوز يوم 15 مارس. كل التوفيق للوداد الرياضي، لوداد الأمة في منافسات دوري الأبطال، الفريق الوحيد الممثل لكرة القدم الوطنية في أغلى الكؤوس الإفريقية مع على المستوى المنافسات المحلية كما يقال. فليتنافس المتنافسون طبعة الحال. دخول الفريق إلى أرضية الملعب طبعة الحال في أجواء، أقول في أجواء كما يقال عنا رائعة في المدرجات من جرمان صار الوداد، وكذلك أوفياء المغرب التطواري، الأوفياء الذين حضروا من تطوان مساندة المغرب التطواري في وضعية صعبة، وكل المكونات المغرب التطواني تطمح لتجاوز أكيد هذا الوضعية الصعبة. لكم الصورة في المدرجات، لا صوت يعلو على صوت الوداد، والطريق معبدة نحو لقب جديد. هنا الذكرى غالية، ذكرى كاس غالية ضمن ألقاب كبار الأندية في موسم العودة للواجهة المحلية في انتظار اللمسة الإفريقية كالعادة. إبداعاتهم في المدرجات في موسم الزحف نحو اللقب لا يعرفون لغة الأهداف والانتصارات. بداية والسادة سيدة تشكيل وداد رياضي، يدخل مباراة اليوم الأسماء التالية: أحمد رضا التقراوتي على مستوى حراسة المرمى، بقية الأسماء: أشرف دوري، إبراهيم شيخ كومرا، عبد الله الطيف نصير، يحيى شبران، وليد الكرتي، محمد الناجم، ميشيل بابا توندي، أيمن الحسوني، إسماعيل الحداد، وكذلك محمد عرفي في مكر احتياط اليوم. هناك بدر الدين بن عاشور، كذلك تواجد بدر كدارين، صلاح الدين السعيدي، أمينة غزوي، إبراهيم النقاش، حمزة الوصلي، وكذلك أيوب العامل. وداد والتشكيل الأساسي والاحتياطي لمدرب طبعا الحال فوز البنزرتي مدرب الوداد رياضي. حكم مباراة اليوم حكم عادل سراق، يساعد عصام بن بابا وابو عساكن ثلاثي التحكيم العصبة الجنوفيما، زهير قديم الحكم الرابع من مدينة الدار البيضاء، والمندوب ومصطفى القصراوي من العاصمة الرباط. تشكيل الماط المغرب التطواني اليوم: زهير العروبي الحارس السابق للوداد، حارس مرمى فريق المغرب التطواري، بقية الأسماء: المادي بن العروسي، خالد بن حمص، نصير ميموني، محمد المكعاسي، وسام الحلفي، يونس الحواسي، زهير نعيم، أيوب نكحل، أيوب المودن، وحذيفة المحسري. هذا هو التشكيل الأساسي للمدرب طارق السكتي، وفيما على مستوى بنك الاحتياط اليوم: زكريا العيود، حمزة حجي العايدري، للائحة فريق المغرب التطواري فيما هناك كذلك كل صلاح الدين حماني، سعيد قرادة، يوسف بوشا، سفيان الزابط، وريد البوناكا. بعد التغييرات من جانب المدرب طارق السكتي، وكمية جميلة هي الصور أقول في المدرجات، لا أحد يوقف إصرارهم وطموحاتهم ورغبتهم لدائما لتقديم هذا الصور الرائعة في مباريات فريق الوداد الرياضي. والهدف دائما هو دعم الوداد لزيارة الشباك والفوز على الخصوم. ياد مثالي وبركان أحمر يوجز على من يقابله في الطريق، والأرقام تتحدث عن ذلك، صدر عن جدارة، وفريق النقاط يتسع من دورة أخرى. هكذا معطيات الوداد قبل هذه المباراة، في انتظار كيف ستكون المعطيات في مباراة. أتوقع شخصيا يكون حوار مفتوح، مباراة مفتوحة، ريتم وأهداف إن شاء الله. كرة ملعوبة من جانب عناصر الوداد الرياضي على مستوى الجهة اليسرى، التغطية من جانب من عناصر المغرب التطواري. اليوم سيكون خط ممنوع على فريق المغرب التطواري، لأنه واشي خط يعني يرعب، خط هجوم فريق الوداد الرياضي هذا الموسم. حصيلة تهديفية تبقى جدراعة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي، واسماء اسماء بإمكانه فيتلاحظ عن يعني تهدد مرمى الخصوم. في المقابل ماذا سيقدم اليوم كل من أيوب نكحل، يونس الحواسي، لاعب سابق للوداد الرياضي الذي يلعب بقميص المغرب التطواني، والسام الحلفي على مستوى